الجمال والشمس هي طالعه ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم، يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 9 ابريل 2020 و16 من شعبان 1441. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وشهر رمضان فاضل ايام قليله ونستقبله ان شاء الله بكل حب وخير، ويرفع عننا يا رب البلاء والامراض. مشاهدينا 9 ابريل ده بيفكرنا بمرور 100 يوم على تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، اللي تخطى حالة الوفاة الى 88 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، لانه هو ظهر اخر 2019. ف 9 ابريل ده بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه ان يوم كده عالمي، مر 100 يوم على فيروس كورونا اللي اثر على العالم كله، واللي خلى كل الدول تقوم بالاجراءات الوقائيه وتتبع الالتزامات للخوف على المواطن. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن بيان وزاره الصحه والسكان بالاعداد المصابه والاعداد كمان اللي تعافت الحمد لله. تعالوا نشوف مع بعض بيان من وزارة الصحة والسكان. الحالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفعت إلى 110، إذن إجمالي عدد المصابين 1560. عدد الوفيات ترتفع إلى 9، إجمالي عدد الوفيات 103. إذن عدد في كمان حالات تم شفائها تحولت من إيجابية إلى سلبية، 439 حالة. إذن عدد الحالات كلها والخروج من العزل تماما 350. إذن الحمد لله دايما 305، فالحمد لله دايما ان احنا بنحاول يكون في توعية كافية، والمواطن بقى مدرك وعارف كويس جدا ايه الإجراءات الوقائية اللي ممكن يتبعها. طيب كمان قرارات من الوزارة، الحكومة امبارح بإنشاء الإجراءات الاحترازية اللي قرروها، مد حظر التجوال لمدة أسبوعين لحتى 23 إبريل، وكمان هنتكلم عن مد حظر التجوال من 8 مساء إلى 6 صباحا. طبعا لازم نتبع الإجراءات، أو الإجراءات هتكون مشددة جدا إلا هيكون بعد الساعة 8 في الشارع، لأن خلاص إحنا كده مدينا المدة، فلازم يكون عندنا توعية كافية إن إحنا نلتزم بالإجراءات و عدم التجمعات، وكمان عدم الاختلاط، ونكون قريبين من بعض. فإذا بقى في مساحة دلوقتي، مش معناه ان احنا نفضل في الشارع بقى لغاية لما الحظر التجول، لا، هيبقى في اجراءات مشددة جدا على ان هو اي حد ما بيتبعش الاجراءات والقوانين الاحترازية اللي الدولة بتقوم بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وكمان نحافظ على المواطن. طيب مشاهدينا، احنا معانا النهارده فقره مميزه جدا بمناسبه بقى داخلين شهر رمضان ان شاء الله، وطبعا فيروس كورونا اثر على كل حاجه، اثر على الاقتصاد، اثر على العالم كله. دلوقتي بقى خالي جدا، وبقى متوتر وقلقان بسبب فيروس كورونا. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين المصل ايه ولا اللقاح ايه، لكن عدد من الباحثين والعلماء بيقوموا بالاجراءات دي كلها، لكن احنا داخلين في شهر رمضان، فده شيء مهم جدا جدا ان احنا ازاي هنتعامل في شهر رمضان، وخصوصا فيروس كورونا. يا رب كمان فيروس كورونا يعني ربنا يرفع عننا البلاء قبل شهر رمضان كمان. بس عنوان الحلقة النهاردة هنتكلم عن كورونا في الصيام، لان حصل فيه حوار كتير ان هنصوم ولا ايه النظام، ولا شهر رمضان مش عارفين هنعمل ايه، لان بيبقى فيه ناس كتيرة جدا تعبانة. تعالوا النهاردة نعرف مع عالم من علماء الازهر الشريف الدكتور عبد الله رشدي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة.